وبنطلون. انا انا روش انا روش روش انا روش. حلو قوي الراديو ده يابا. ده جميل قوي يا ولد. تعال ناخد صورة سيلفي تاني بالستيك يابا. يا ولد يا ولد انت بتاع التكنولوجيا. فاكر ايه؟ يلا يا ولد يلا ناخد صورة حلوة. ركز يا ولد. استنى. يلا يا ولد ناخد صورة كده للذكرى حلوة يا ولد. يلا يا ولد امسك معاك يا ولد. يلا خلاص. ايه انا اقعد ساعه في امها مش عايز ارميها. انا اقعد ساعه واقفين خلاص. ما نعمل ايه؟ طب نلعب سكواش ولا اي حاجه. هتعورني يا ولي يا ولي. خلاص يابا ركز يا ولي. انا اصلا زعلان منك. ليه يا ولي؟ عشان انت جبت لي عربيه، جبت لي كاوتشات سبور، جبت لي ازاز فامي، جبت لي كل حاجه، وما جبتليش راديو جوه العربيه. طب ما انا جايبك جوه الراديو اهو عشان ناخده ونحطه في العربيه. بس ده كبير قوي يابا. وانت قليل يا ولي. ده انت مقامك كبير قوي يا ولي يا ولي. انت مين زيك يا ولي في البلد يا ولي يا ولي انت يا ولي. ده انت ابني الغالي حبيبي يابا. يا عيني عليك. طب بقول لك ايه؟ احنا هنشتريه ولا هنسرقه ولا هنعمل ايه؟ اشتري ايه يا غبي؟ جايين مستخبين عشان نشتريه؟ افهم. هنسرقه. طب هنسرقه ليه؟ عشان احنا مطاريد. مين بيطاردنا؟ ذئاب الجبل. المقاولين؟ مقاولين ايه يا غبي؟ والله ذئاب الجبل المقاولين. مش المقاولين؟ والله معروفه من زمان. ذئاب الجبل المقاولين. طيب المقاولين. المقاولين حسن شحاتة عايزنا نلعب معاه في المقاولين. انا وانت ايه رايك؟ حلو نلعب. بس نلعب ايه؟ انا العب سردي باك. طب واني وركي باك. خلاص خلاص نلعب معاه. اتبسطت جديد. ايوه مبسوط. افهم يا ولا ذئاب الجبل دول ناس بلطجيه مش المقاولين والجبل الاخضر. تحرقش جمي. تحرقش دمي. طب اهدى فيه ايه مالك؟ خلاص خلصنا. خلاص خلياص. طيب حطيت خطة ولا نعمل ايه؟ حطيت خطة ما تخرش المية. بجد؟ او عهد الله. قول. إيه ركز معايا. اطلع خطوة لقدام. ركز معايا في الخطة يا ولا. ماشي. خطة عالمية. تمام. الخطة يا ولا. ايه هنلعب 4 4 2 ولا 5 3 2 ولا 2 3 2؟ ايه انت قاعد مع مورينيو؟ مفيش في خطة بجد. هنسرق مش هنلعب كورة. بالراحة يا ولا. ركز ما تبقاش كده يا ولا. ما تحرقش اعصابي يا ولا. بالراحة انا عيل صغير لسه مش فاهم حاجة في الدنيا. ما انا بفهمك. طيب شوف بقى وركز. الخطة بتقول ايه؟ ايه ده الباب الامامي. تمام. وده الباب الخلفي. تمام. انا هقف عند الباب الامامي. ماشي. وانت هتقف عند الباب الخلفي لدرجي عشان خاطر. اهو انت اللي لدرجي. طب اكني عبيط اهو. انت اللي لازورجي وستين لاتورجي. انت ايه يا شتيمي؟ ايوه شتيمي يا ابني. يخرب بيت. انت عمرك ما شفت احمد جاكي؟ احمد جاكي الفيلم بتاع احمد جاكي قال ايه لما قال اي لادورجي هرد عليه هدي هو علقه من رجليه وهبص هبص. ايوه وهفقلبص. ايوه ايوه فهمت يا ابو. هو ده يا والي. فهمت. يبقى ايه؟ انت هتقف لدرجي هناك وهبص هبص. ايوه وهبقلبص يا ولا. ايوه فهمت يا ابو. تمام. يبقى انت هتقف لدرجي وهبص هبص. ايوه وهبقلبص يا ولا. ايوه فهمت. يبقى هنتنيل. هقف انا عند الباب دي. ماشي. انت هتتنيل تقف لدرجي وهبص هبص. خلاص خلاص خلاص. في ايه ابا؟ خلاص عرفنا ان انت هتبوش البوش. خلاص هنقعد ساعة نحط الخطة. خلاص فيم. هنفضل عن بوش لحد ما يخش يقبض علينا. خلاص فيم. خلاص قوم. عيل صغير وبفهم الدنيا لسه. اقعد بقى قول لعيل زفت وعيل متنيل. خلاص انا اقف عند الباب الهباب دي. ماشي. وانت عند التاني. تمام. تركز. بقول لك ايه؟ ايه البوليس لو دخل ما تقولش انني حرامي. امال اقول انت ايه؟ قول انني البريء. طب واني النمر والانثى.
فاهم ولا خلاص فهمت؟ تمام تمام. يلا لم الخطه. امسك، اوعى لا حد يكون شايفنا. ما تقلقش. تمام جوك ده. تمام، عرفت الخطه؟ تمام. ايه؟ انا اقف عند الباب الامامي وانت هتعمل ايه؟ ايه؟ لا درجي. وابص ابص. خلاص خلاص. برضه لسه ست الزفت دي ما جاتش. المذيعة كلها تتأخر، أفضل ساعة بنزل أغاني، دي حاجة مقرفة. دي ست تلمة، ده حاجة قرف. سمعتك. إيه؟ سمعتك وجايالك. يا نهار اسود، تعالى لي. سمعتي ايه؟ تعالى يا تعال انت خور يا خور يا سبع خور. تعالى. انا اسف اتاخرت عليك. لا اتاخر، بتتاخر ايه المشكله يعني؟ لا يا ده احسن يكون مش عاجبك ان اتاخرت. لا عاجبني والله حقيقي. مش عاجبك؟ ايه ده ايه ده، انت جاي الراديو كده يا ابني؟ ما بعرفش اسوق غير وانا حره. الدبل ما بيطوعنيش وانا بحاول، احب ابقى براحتي. الدبل ما بيطوعك؟ وايه البنطلون اللي انت سايقه تروسيكل وانت جايه يا ابني؟ يا ابني احنا في راديو يا ابني، انت يهمك ايه غير الجزء الفوقاني والناس مش شايفه حاجه؟ ايوه صح عندك حق. ايوه كده. ايوه كده. نعم. عامل لنا ايه النهارده؟ وانا طابخ النهارده. ايه اللي عامل لكم ايه النهارده؟ طب خليك في الشغل عشان ما تغيبش عليك. ماشي. عامل لنا ايه النهارده في الشغل؟ النهارده البرنامج بتاعك في الشغل فيه فقرتين، اول فقره استقبال اتصالات. تمام. تاني فقره استقبال الضيف. اصلي مين؟ بص بقى. نعم. منطقه الضيف دي تركز معايا فيها. حاضر. عشان انت امبارح رايح جايب لي واحد اخرس تقول لي حلقه انسانيه، انا متعاطفه معاه بس مش في الراديو. هتكلم له ولا هتكلم لي؟ لا لا لا، انا النهارده جايب لك احمد حلمي. حلو احمد حلمي. ايوه كده، اعمل باللقمه. ايوه حلل القرش. بس اعتذر، مين احمد حلمي اصلا؟ محدش عارفه. رايح تجيب لي ناس مش معروفه ليه؟ واعتذر عن البرنامج بتاعي ليه؟ ما انا كلمت لك بقى احمد السقا. ايوه كده، حلل اللقمه. بس اعتذر. طب ما تجيبليش اي حد اسمه احمد تاني. ماشي. اصلي بس انا كلمت احمد الكواوي. احمد الكواوي طبعا معروف. مين احمد الكواوي؟ انت بتقول اي كلام. شوف انت مش عارفاه واعتذر كمان. والله محدش طايق البرنامج تقريبا، في ضيف واحد بس اللي ما اعتذرش. مين بقى اللي صعب عليه؟ حازم الصواف. حازم الصواف رايح تجيب لي في ايه؟ حازم الصواف مالك بس؟ البتاع اتقطع. انت مش عارف هاتي دبوس إيه؟ واعمليه من تحت كده. مش عارف انا ايه اللي بيني وما بين حازم الصواف. ما انا ايش عرفني اللي ما بيني؟ رايح تجيب لي حازم الصواف في البرنامج؟ انا هعمل ايه؟ ده طيب ده انت هيتشرح. الداير يا الداير. ايه الداير؟ الداير ازاي بس؟ خلصني. مش متداير. هتغي بقى لك. اخلص الداير يا اهو. رايح تجيب حازم الصواف ليه؟ مش عارف اللي بيني وما بينه؟ لا مش عارف اللي ما بينك وما بينه. طب انا مش عامله الحلقه. لا ما هو ما ينفعش، لازم تعمليها لان احنا عملنا تنويهات. يا ابشي تعمل له مزيكه حسب الله. انت ناسي ان الراجل ده كان شريك في القناه. انت تعرفني عليه؟ انا ما حدش عارفه قدي. ده انا كنت متجوزه عرفي. ايه؟ انت كنت متجوزه عرفي؟ انا قلت كده؟ ايوه قلت لسه قايله اهو. يا ابني بطلوا افك بقى، بطلوا افك واشاعات. اوروبا سبقتنا بسبب الاشاعات بتاعتكم دي، اتاخرنا. تعال اما افهمك. فاهمين يا ابني؟ ما كانش جواز جواز. ايه ما كانش جواز؟ يعني ايه ما كانش جواز جواز؟ اتقل بقى تاخد حاجه حلوه. طيب انا كنت خايفه اقعد لوحدي، شفت الحلقه بتاعت ريهام سعيد وكنت مرعوبه.